بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأعزاء، جمهورنا الكريم، حضورنا المميز الذي يتابع كل هذه الانطلاقات الجميلة، هذه الانطلاقات المميزة هنا على أرضية هذا الميدان وشوطنا الثاني عشر للجعدان. وهناك نذكر ونذكر ونذكر الشهم ما شاء الله عبد الله بن سعيد بن تريس الظاهري. سلامي عليك يا بن تريس، سلامي على هذا الأداء الجميل، سلامي على التوقيت، سلامي على عرضه في اللحظات الأخيرة. مرة قدم عرض ممتاز يشكر عليه وفوق الممتاز. إذا بقولكم بعد 4:23 يا سلام، صامد بالتوقيت، صامد بالتوقيت. أذهب هناك إلى الجعدان اللي في المركز الأول. يلا بن حليس، يلا يا بن حليس، خميس بن حليس بن سالم الهاشمي معك حيلان. النقلة على المركز الثاني، هذا يحمل رقم 6 ولا كم، شعار بالدبيلة، شعار بالدبيلة، محمد بن عبد الله بالدبيلة الفلاسي مع الأسد. نقلتنا إلى المركز الثالث، هناك الراعبي مبارك بن عبد الله بن عيد بن سعيد الاجتبي مع الراعبي. يا سلام. بينما اللي في المركز الرابع عديم مطرب الراشد بن علي بن مفتاح الشامسي، وفي المركز الخامس مغامر لحارب بن يمع بن صبيح الفلاسي. يلا يا بن صبيح نتمنى لك ان شاء الله التوفيق. نقلتنا الى المركز السات، اللي في المركز السات ما شاء الله اللي جاوز، هناك مكرم عتيج بن مطرب بن حسن القبيسي، وفي المركز السابع شعلان خليفه بن محمد بن قحيد المهيري شعار الظبي شعار عنايه. نقلتنا الى المركز السابع، اللي في المركز السابع ما شاء الله تبارك الرحمن الاسد علي بن محمد بن سيف بن حسين العليلي، وفي المركز الثامن ايضا هناك المارد راشد بن خلف بن مطر بن علوان اجتبي، وفي المركز التاسع ايضا رياض لعبد الله بن سعيد بن سالم بن علي الشيخ، وفي المركز العاشر والاخير هناك اللي هو متعب للسيد بادي بن ناصر بن بادي السهلي. ها هي النتيجه، ها هي النتيجه، ها هو عدنا للمراكز، دعناها عليكم بالوفاء والتمام. يا سلام يا سلام يا ابن حليس، اظن ها وين تبى السلام، وين تبى السلام يا ابن حليس. يلا 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 شد العزم شوي، شد حيلك شوي، ما شاء الله تبارك الرحمن على هذا الاداء الجميل، هذا الاداء المميز اللي يقدمه هناك حيلان خميس بن حليس بن سالم الهاشمي. النقلة على المركز الثاني، اللي في المركز الثاني الراعبي المبارك بن عبد الله بن عيد بن سعيد الاجتبي، وصلكم الاسد، وصلكم بن حسين، واذا اخذ المركز الاول بن حسين شيء وقفه، شيء وقفه ما يرده الا المركز الاول يوم الاسد، ما يرد عن المركز الاول. عديم في المركز الثاني مطر بن راشد بن علي بن مفتاح الشامسي. الله 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 الله، اليوم الجوكر الحمر نزل، الجوكر الحمر نزل الميدان، جوكر الميدان الطي نزل في ميدان الطي. يلا يا بن حسين، يلا يا بن حسين، علي بن محمد بن سيف بن حسين العليلي. الله، اليوم البرنامج غير يا العمدة، اليوم برنامجك غير، حي هالبرنامج الطيب، حي هالسير الطيب، حي هذا الأداء المميز. ولكن اللي وصل هنا مجاهد محمد بن راشد بن غدير على اجتبي. يا سلام يا سلام يا بن حسين، يا سلام يا بن حسين، شعار الأس تألق، شعار الأس تألق، شعار هجن الشاعر أتألقا اليوم على أرضية هذا الميدان. سلام 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 سلام، علي بن محمد بن سيف بن حسين، سلام سلام. شكرا يا الشاعر، شكرا يا العمدة على هذا الأداء، شكرا يا أيضا هناك بن مانع على هذا الأداء الجميل. المركز الثاني مبارك بن راشد بن دغيش، المركز الثالث محمد بن راهب بن غدي، المركز الرابع خميس بن حليس، وفي المركز الخامس ترنت محمد بن عتيج المقعودي. 4 دقائق ما شاء الله، 28 ثانية، 97 جزء من الثانية. سلام 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 سلام، 2020 بقول سنة العمدة هذه، خلاص سنة العمدة، السنة سنتك هذه العمدة. نتمنى إن شاء الله تواصل هذه النواميس إن شاء الله في الختاميات وفي التسعيرات وفي الرموز
وأينما يتواجد هذا الشعار. تهانينا والناموس علي بن محمد بن سيف بن حسين. شكرا يا بن مانع، شكرا يا العمدة على هذا الأداء الجميل والمميز.